سألنا دكتور سعيد زيداني، وهو طبعا خبير في الشؤون الإسرائيلية، حول لماذا تفاجأت إسرائيل؟ ألم تكن تعلم؟ وكيف يعني كيف يستقيم أن إسرائيل تتفاجأ بهذا الموقف الأردني الجديد؟ فأجاب: يعني إسرائيل لم تتوقع هذا الموقف الأردني، لم تتوقع هذا الغضب الأردني، وهذا الغضب ليس جديدا، وإنما يرجع إلى صيف العام الماضي حين كانت يعني قضية البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى هي القضية الساخنة. الجانب الأردني غاضب من الجانب الإسرائيلي بسبب يعني هذه البوابات أولا، والأهم من ذلك على خلفية ما يسمى بصفقة القرن واعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكذلك بسبب الموقف الأمريكي من قضية اللاجئين الفلسطينيين. فالأردن غاضب لأنه يعرف أنه دوره يهمش، وأنه يعني أي حلول قادمة أمريكيا وإسرائيليا سوف تكون على حساب الأردن، ليس فقط بسبب يعني الموقف من القدس، ولكن أيضا بسبب الموقف من قضية اللاجئين.